السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. موضوع النهاردة السمان اللي فقس في فقاسة بيض يدوية. السمان اللي فقسناه حضراتكم في فقاسة البيض اللي ما حضراتكم كنتوا شفتوه في حلقة الفقس، اهو السمان كبر، سمان عمره دلوقتي الكبير اللي فيه عمره 13 يوم، في سمان صغير فيه عمره يومين اتنين اهو حضراتكم شوف هنا صغير خالص اهو ده عمره يومين اللي داخل تحت تاني ده اهو في متفاوت اعمار متفاوتة لان احنا كنا فقسناه السمان الصغير ده تحت الحمام فهو كان الخطوط متأخر عن السمان الكبير. كبير عمره 13 واصغر حاجة عمرها يومين، ففي اعمار متفاوتة لكن الحمد لله هو متعايش مع بعضه، يأكل ويشرب وما فيش اي مشكلة. لو حضرتك عايز تشوف فأس لحظة فأس السمان من البيضة شوف الفيديو اللي هيظهر في علامة الاي فوق. احنا ما حطيناش دواء من يوم ما حطينا الدواء اللي هو كان بتاع الاستقبال اللي وريناه لحضراتكم في فيديو سابق اول يوم، بس بعد كده ما حطيناش لان هو السمان بطبيعته مناعته عالية غير الفراخ البيضة. الفراخ البيضة بتبقى محتاجة ادوية ورعاية اكتر، لكن السمان ما بيحتاجش كل اللي انتوا حضراتكم الادوية اللي انتوا حاطين الفراخ البيضة، هو مناعته عالية وعنده قوة تحمل اكتر الحمد لله، ويقدر يعيش في بيئة اللي الفراخ ما تقدرش تعيش فيها. ولو عايز تشوف الفيديو اللي فقس فيه السمان تحت الحمام هتلاقيه في علامة الاي اللي هتظهر لك دلوقتي فوق. شوف حضرتك السمان اللي هو عمره 13 يوم حجمها ما شاء الله، يعني ممكن كمان لما يبقى 3 اسابيع يتم 3 اسابيع ممكن يتذبح، اهو ما شاء الله حجمها حلو اهو، لكن اللي عمره يومين لسه فرق كبير حضرتك ان شاء الله. كان طلع عندنا سمان ابيض منعرفش جه ازاي، السمان الابيض ده هو البيض كان جاي لي من اخويا يعني مش من عندي، فانا معرفش هو تقريبا كان عنده فيه سمانه بيضه او حاجه، فطلع فيه سمان ابيض وبنقطه سوداء على راسه زي كتكوت الفراخ البيضه النوع الكاب اللي بيجي بنقطه سوداء على دماغه اهو، في كام واحد اللي على دماغه نقطة سودا كأنه كتكوت كب. ولو عجبك الفيديو اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.